صورتنا مرت بوقت خطير وفي مؤامرة بتنضم من ورا الستار تخلي بالك. صدقني نزولي ما كان رسمي علشان تعرف تقول الحق، لو كنت نزلت انا باسمي كانوا حطوا بلدنا في مزنقة، كانوا فرضوا احكام عرفية خلوها سجن عسكرية، قتلوا احلامنا الثورية وانسى بقى كلمة مدنية. لو فكرت شوية يا صاحبي راح تعرف الحق المين، لكن عدوك وعدوي خلك شفتني من غير عين. طب قول مين كان واقف جنبك كتفه في كتفك وقت المحنة، مين شال همك على طول خطه، مين كان ثابت كان لك رحمة، مين اتحاكم من غير تهمة، مين كان شوكر زور الظالم، مين بيضحي البلد بعمره صامت ليها وربك عارف، مين اللي ما شافش في يوم مكسب، مين اتظالم على اتظالم، مين من عمر كبير بيهاتف عمره ما كان لحظة بيتهاوي. انا وانت يا صاحبي جسد واحد ومحدش منا هيفرق، مهما يشوهوا فيك او فيا ابدا مش ممكن نتفرق. اسعى بجهدك واسعى بجهدي واكيد احلامنا هتتحقق، انا ممكن رايي غير رايك لا انا خاين ولا انت بتحرق. لو مهما اختلفت اماكننا انا قلبي معاك وده من مبدا، فخ كبير بيفرق بينا فخ، ولو ما فهمناش نغرق. الهدف الواحد بيقرب اوعك تبعده بالخلافات، اقبل رايي زي ما هو رأيك وانا اقولك هات، اوعك تبعد عن اخلاقك تفضل تحتف في اتهامات. ايه الرأي وايه الحالة، الدستور ولا انتخابات؟ الدستور ده رأي سديد والحل اهو في انتخابات، رأيي قابل رأي قصاده اللي شايف رأيك بالذات، خليك دايما قابل غيرك تغضى وتحلو الاوقات. مصر بلدنا وكلنا فيها عايزينها تتبلي خيرات، لو فكرت شوية يا صاحبي راح تلقى كلامي مظبوط، راجع نفسك فكر تاني ودي لشطانك شلول. ومفيش حاجة تفرق بينا واللي الكورة في رجله يباصي او لو قدام كون هيشوف.